هذا يمكن اللي كنا ننادي فيه في خطة التنمية، أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة لتخريج مخرجات تعليم لها في سوق العمل، فرص وظيفية. اطلعنا عن كثب والتعاون اللي صاير ما بين الكلية الأسترالية كذلك والخطوط الجوية الكويتية اللي يستوعب جميع خريجين الكلية، وكذلك يستوعب المتطلبات التي تحتاجها الخطوط الجوية الكويتية. فهذا التكامل هو اللي يؤدي إلى تنمية المجتمع وفتح فرص جديدة للعمالة الوطنية.